هي نعم، كل النفوس تهفو إلى مثل ذلك. النفس تهفو إلى المرأة الحسناء. كيف؟ نفوس الرجال. هي نفوس الرجال طبعا، ما في شك نفوس النساء لكم بالعكس. نفوسهن تهفو إلى الرجال. نفوس الرجال تهفو إلى النساء الحسناوات والأولاد، لأن الأولاد يدعون زينة الحياة الدنيا. وتعالى بدأ بما تكون الرغبة فيه أشد، وهي رغبة في النساء، ثم ذكر الأولاد لأنهم ثمرات الأفئدة وثمرات هذاك اللقاء الذي يكون بين الرجل والمرأة. وكذلك أيضا يعني الأموال مما حبب إلى النفوس، زين بمعنى حبب إلى النفوس بالطبع، إنه هذا شيء محبب إلى النفوس، وما حد ما يشعر بهذا الشيء.